وللحديث عن أهمية هذه الخطوة للطلبة ينضم إلينا عبد المطلب أعسم الناطق بلسان واحة الصحراء. عبد المطلب مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم. يعني قبل أن أتحدث عن أهمية هذه الخطوة، حدثنا كيف كان العام الماضي على الطلبة في هذه القرى، وما العدد الذي نتحدث عنه من المستفيدين من هذه الخطوة؟ يعني كما تعلمين كانت معاناة كبيرة لطلاب، خاصة الطلاب العرب في القرى المعترف فيها وغير المعترف فيها، بسبب البنية التحتية الرديئة والتي لم تستثمر فيها الحكومة لمدى طويل من الزمان. ولكن كما قال رئيس المجلس إبراهيم الهواشلة قبل قليل، تدارك المجلس الإقليمي واحة الصحراء موضوع الإنترنت لصالح الطلاب والمدارس، واهتم في هذا المشروع سريعاً في خلال جائحة الكورونا منذ بداية عام 2020، نعم. وتم الاحتفال بربط شبكة الإنترنت اللاسلكية في جميع قرى واحة الصحراء قبل عدة أيام. نعم، ولكن كيف كان؟ هل العام الدراسي السابق درس الطلاب أم أنهم اضطروا إلى عدم المشاركة في هذا العام الذي مر دون أن يستفيدوا أي شيء بسبب غياب الشبكة اللاسلكية؟ نعم، للأسف كانت خسارة فادحة لطلابنا في المدارس، ونحن نتحدث عن عدد كبير من الطلاب الذين لا يملكون وسائل الاتصال أو أجهزة الكمبيوتر أو أجهزة الأيباد. نعم. ورغم مساعدة المجلس وتوزيع آلاف الأجهزة اللوحية والكمبيوترات نعم. بمشاركة وزارة التربية والتعليم، إلا أن للأسف الشديد كثير من لم يكن. الطلاب عانوا معاناة كبيرة في ظل جائحة الكورونا. كشفت جائحة الكورونا مدى نعم. المعاناة التي يعانيها الأهل في النقب. نعم، يعني هنا أريد أن أسألك، لماذا يجب أن يكون رئيس البلدية من يطارد أو من يطالب بأن تتوفر هذه الشبكة؟ أليست هي حق لجميع المواطنين أن تتوفر هذه الخدمة، أم أنك ترى بأن عدم توفيرها هو هدف آخر لدفع السكان بالخروج من هذه القرى؟ بطبيعة الحال، يعني كون رئيس المجلس فطن لموضوع الإنترنت وأهميته للتعليم، هذا ساعد في حل المشكلة خلال جائحة الكورونا. ولكن الحكومة بنفسها تعترف، وزارة التربية والتعليم تعترف، أن هنالك فجوات كان على الحكومة أن تحلها منذ عشرات السنين وليس بضع سنوات من الآن. نعم، برأيك ما السبب أنها لم تبادر إلى ذلك؟ هي فقط يعني أنا إهمال أم أنه قرار سياسي؟ هذا ما أريد أن أسمعه. يعني أنا لا أريد أنا بصفتي الناطق باسم المجلس لا أريد أن أخوض في الأسباب، ولكن هذا الواقع الموجود اليوم. نعم. وللأسف هنالك معاناة. وجود الإنترنت اللاسلكي اليوم، هذا المشروع يعتبر إنجاز في المجلس الإقليمي نعم. واحة الصحراء، وهذا بسبب رؤية رئيس المجلس ووضع موضوع التعليم في أعلى سلم سلم الأولويات. المستفيد هم الطلاب. شكرا جزيلا لك أستاذ الأعسم على هذه المداخلة.